أعلن وزير الصحة البلجيكي اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد الذي رصد للمرة الأولى في جنوب أفريقيا. وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية أن هذه الحالة هي الأولى التي تعلن في أوروبا لدى شخص لم يطعم وهو عائد من الخارج. لدينا حالة مؤكدة من هذا المتحور، حملها شخص جاء من الخارج وثبتت إصابته في 22 نوفمبر ولم يتلقى تطعيما. وقالت منظمة الصحة العالمية إن فهما أفضل للمتحور الجديد من فيروس كورونا يحتاج إلى أسابيع عديدة. وأعلنت دول عدة في العالم خصوصا في أوروبا منع الرحلات الجوية الآتية من دول تقع جنوبية القارة الأفريقية. موجة رعب أخرى تدق أبواب أوروبا، تهز أركان عدد من الدول بعد الإعلان عن ظهور متحور جديد تقول البحوث الأولية إنه أقوى من سلفه دلتا. فلحد الساعة لا يزال هذا العدو غير المرئي قابلا للتطور وقادرا على إغلاق العالم مرة أخرى. صلب المخاوف الأوروبية يتمحور حول قابلية الانتقال الشديدة لهذا المتحور واحتمال إخفاق اللقاحات المتاحة في منع الإصابة. من أقصى الجنوب الإفريقي البلد الأشد تضررا والأكثر زيادة من حيث الإصابات، يعلن عن ظهور نسخة جديدة من فيروس كوفيد 19 تسلسلت عن عدد هائل من الطفرات. لغاية الآن تم الإبلاغ عن 22 إصابة ابتداء تعود في معظمها إلى شباب. تطور زاد من قلق العلماء من احتمال انتقال الفيروس بسرعة أكبر وقدرته على إتلاف أجزاء من جهاز المناعة لدى المصابين. وفي خطوة استباقية تصدر بريطانيا قائمة بمنع دخول القادمين من 6 دول من القارة السمراء على رأسها جنوب إفريقيا وزيمبابوي. المؤشرات الأولية التي لدينا عن هذا المتحور تشير إلى أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلفه دلتا، وأن اللقاحات التي لدينا حاليا قد تكون أقل فعالية. في ظل هذه المخاوف تجتمع منظمة الصحة العالمية لتحديد خطورة هذا المتحور، وهي التي حذرت سابقا من احتمالية تسجيل 500,000 وفاة بفيروس كورونا في أوروبا بحلول مارس المقبل ما لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة. من بين تلك الإجراءات منح مزيد من الجرعات المعززة وتطعيم الأطفال ضد الفيروس بتوصية من المفوضية الأوروبية في موعد لا يتجاوز 9 أشهر تفاديا لموجة وباء خامسة، وذلك ما بدأت به فرنسا التي ظلت شوارعها تغلي على وقع مظاهرات الرافضين للقاحات في وقت فرضت فيه دول أوروبية أخرى مثل النمسا تدابير إغلاق شاملة للسيطرة على الأوضاع الصحية، ودول أخرى كالمغرب توقف حركة الطيران مع فرنسا على خلفية هذا الفيروس. وبينما لا تبدو نهاية الجائحة التي خلفت وراءها أزيد من 5 ملايين وفاة قريبة، فهي بمتحوراتها تعيد خلط أوراق المؤسسات العلمية والصحية ودوائر صناعة القرار السياسي في عالم يبدو أن مستقبله قد يبقى رهينة لحروب الفيروسات والأوبئة. من جانبها أعلنت إسرائيل فرض حظر كامل على السفر يشمل كل دول القارة الإفريقية باستثناء دول شمالي القارة عقب اكتشاف 5 إصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن تل أبيب على وشك إعلان حالة الطوارئ العامة، مشيرا إلى أنها تتوقع تسجيل إصابات أكثر بالمتحور الجديد خلال الأيام المقبلة. وفي ألمانيا سجل معهد روبرت كوخ الأمراض الوبائية نحو 76,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت العديد من الولايات امتلاء أقسام العناية المركزة بالمصابين. بالمقابل تحاول المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إقناع الحكومة الجديدة بضرورة فرض إغلاق للبلاد مدته 2 أسبوع، في حين ما زالت الحكومة تدرس هذا المقترح. لم تعد الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا لمواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا كافية. العديد من الولايات دقت ناقوس الخطر بعد أن اكتظت أسرة العناية المركزة بمرضى كورونا، ما استدعى نقلهم إلى ولايات أخرى. وزارة الصحة ومعهد روبرت كوخ داعيا إلى تشديد قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات أكثر صرامة.
حاليا تتم معالجة أكثر من 4000 مصاب ومصابة بفيروس كورونا في أقسام العناية المركزة. الأرقام في ارتفاع مستمر وفي كل الولايات. خلال الأيام السبعة الماضية فقط تم نقل نحو 2000 مصاب بالفيروس إلى أقسام العناية المركزة في المستشفيات. وفي ظل هذه الموجة القوية من الجائحة التي تعصف بألمانيا، لا يزال الساسة الألمان على خلاف فيما يخص تطبيق إغلاق عام في البلاد، إذ إن حكومة شولتز الجديدة تبدي تحفظها على هذا المقترح الذي تريده المستشارة ميركل، لكنها لا تستبعده. نظرا للضرر الكبير الذي قد يتسبب به الإغلاق التام على النظام التعليمي وعلى الاقتصاد الألماني، فإن أحزاب الحكومة الجديدة مترددة في اتخاذ هذا القرار. هي تعول على الإجراءات المشددة لكسر جماح الموجة الرابعة، ولكن لا يمكنها أن تستبعد اتخاذ القرار حسب التطورات. تفاقم أزمة كورونا في ألمانيا يضع الحكومة الجديدة أمام تحد كبير في أولى المهام التي توكل إليها بعيد طرح برنامجها بأيام. موجة كورونا الحالية تضيق الخناق على الحكومة الجديدة لاتخاذ تدابير إسعافية عاجلة لا تقتصر على المشافي ومراكز العناية المشددة فحسب، بل تتجاوزها بقرارات حاسمة تقود بها البلاد إلى بر الأمان. مكسيم العيسى، العربي، برلين. معنا من بروكسل مراسلنا لبيب فهمي، من القدس مراسلنا أحمد جرادات. لبيب، إذا بلجيكا مقر الاتحاد الأوروبي سجلت أول حالة بالمتحور الجديد في أوروبا، كيف تتعامل السلطات البلجيكية مع هذا التطور، وأيضا ماذا عن توصيات المفوضية الأوروبية عموما؟ وإن صادف اكتشاف هذه الحالة في بلجيكا أن بلجيكا كانت في اجتماع اليوم، الاجتماع الخاص بالتدابير الجديدة فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا. بلجيكا تعاني كثيرا في الأيام الأخيرة من حالات كثيرة متعددة من فيروس كورونا، وبالتالي اليوم اتخذت مجموعة من القرارات مثل إغلاق المقاهي على الساعة 11 ليلا ومجموعة من القرارات الأخرى، لكن هذه القرارات لا علاقة لها بالحالة التي اكتشفت اليوم، باعتبار أن السلطات قالت وأكدت على أنه يجب اعتماد الحذر والترقب، الحذر بالطبع من هذه الحالة، وبالتالي إغلاق الحدود أمام جميع الرحلات التي تأتي من الدول التي يأتي منها هذا المتحور الجديد، أي أفريقيا الجنوبية والدول المجاورة لها، ولكن أيضا الترقب في انتظار نتائج تحليل هذا المتحور الجديد. يجب اكتشاف ما يحمله هذا المتحور الجديد حتى يمكن مواجهته، وبالتالي يجب انتظار هذه النتائج. مجموعة من الخبراء البلجيكيين يؤكدون على أنه يمكن الاستفادة من هذا المتحور الجديد، انطلاقا من أن التحاليل الأولى تثبت أنه قوي جدا ويمكن أن يسيطر على المتحورات الأخرى التي انتشرت حتى الآن، وبالتالي قد يصبح هو المسيطر والوحيد بالنسبة لكوفيد، وبالتالي يمكن مواجهته. إذن هناك نوع من الحذر من هذا حتى الآن، ومجموعة من الإجراءات كما قلت، وقف الرحلات، ولكن أيضا الترقب. فيما يتعلق بالمفوضية الأوروبية، هي اقترحت على الدول الأوروبية، جميع الدول الأوروبية، تنسيق تعاملها مع هذا الملف، بحيث أنه يمكن منع الوصول السفر، منع السفر من وإلى هذه الدول، دول أفريقيا الجنوبية، وعلى الدول الأوروبية الآن أن تتخذ هذه الإجراءات لتلقاء نفسها، لأن أوروبا لا يمكن أن تفرضها. ولكن في نفس الوقت تعقد المفوضية الأوروبية حاليا اجتماعا خاصا بالاختصاصيين في هذا المجال، مثلا كوفيد، لمعرفة المزيد حول هذا المتحور الجديد الذي بدأ يهدد ليس فقط بلجيكا ولكن مجموعة الدول الأوروبية. أحمد، في القدس 5 حالات حتى الآن في إسرائيل من المتحور الجديد. إسرائيل الدولة التي لقحت النسبة الأكبر بين دول العالم من مواطنيها، ما الإجراءات المتوقعة؟ نعم، يعني حالة تأهب منذ اللحظات الأولى لإعلان وصول المتحور الجديد إلى إسرائيل. الحكومة الإسرائيلية وتحديدا المجلس الوزاري المصغر لشؤون كابينت عقد اجتماعا طارئا، وعقب ذلك أيضا جرى مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ووزير الصحة الإسرائيلي هورفيتش، أكدوا على أن الوضع مقلق، ولكن على ما يبدو أن هناك خلاف داخل المجلس الوزاري المصغر
لشؤون كورونا بين بنت الذي يريد إغلاق ويدفع باتجاه ربما قرارات لإغلاق وقرارات ربما أكثر تطرف من وزير الصحة الذي يعتقد بأنه سيتضرر الاقتصاد الإسرائيلي في حال أقدمت إسرائيل تحديدا على إغلاق المطار الذي أعادت فتحه أمام الأجانب قبل عدة أسابيع. الآن القلق يدور حول مدى فعالية اللقاح تجاه هذا المتحور، لا سيما أن هناك نسبة كبيرة من الإسرائيليين تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم. إسرائيل بدأت في الأيام الماضية بتطعيم الأطفال من سن الخمسة أعوام وحتى 11 عاما، أي هي قطعت شوطا كبيرا في مجال التطعيمات تحديدا. ولكن ما يقلقها أن إحدى هذه الإصابات كانت قد تلقت اللقاح الثالث من لقاح فايزر، وإصابة أخرى تلقت جرعتي لقاح من لقاح أسترازينيكا. لذلك حتى الآن القلق يشير إلى أنه ليس لديهم أي معلومات إن كان اللقاح فعال ضد المتحور الجديد أم لا. إسرائيل قبل عدة أسابيع تدربت على سيناريو مواجهة فيروس كورونا ومتحور في فيروس كورونا يكون أشد فتكا من المتحورات التي كانت في الماضي، ولكن على ما يبدو أنه غدا سيتم إعادة استكمال الاجتماع الذي تم إيقافه قبل ساعتين من الآن بسبب دخول السبت، وغدا سيتم إعادة اجتماع كابينة كورونا، وعليه سيتم اتخاذ قرارات. لا نعرف إن كانت إسرائيل ستذهب باتجاه الإغلاقات، ولكن هناك خلاف في داخل الحكومة بين من يريد الإغلاق وتدفيع إسرائيل ثمنا اقتصاديا، وبين من يريد أكثر الانتظار ورؤية ما يرى. لأن هورفيتش وزير الصحة لا أعتقد أن إغلاق المطار أمام الأجانب تحديدا سيحد من انتشار المتحور، لأنه في إسرائيل يدخل في كل يوم تقريبا 3000 سائح أجنبي من المطار، ولكن في المقابل 30,000 إسرائيلي يعودون من سفريات في الخارج. لذلك الخطر ربما يأتي ودخول المتحور سيكون أكثر من الأجانب، ليس من الأجانب بل من الإسرائيليين الذين يذهبون في جولات في الخارج. تم حظر السفر إلى أوروبا، إلى أفريقيا، تم تصنيف جميع الدول الإفريقية عدا شمال أفريقيا بأنها حمراء، وستشرع إسرائيل خلال الفترة وخلال الأيام القليلة المقبلة لتتبع كل شخص عاد من الدول الإفريقية وإجراء فحوصات كورونا الأولية له، وربما الذهاب أيضا بإجراءات حجر لكل من يأتي من الخارج، وربما سيكون هناك تجديد لأنه تم تسليم بعض الملفات وضبط بعض الصلاحيات للجبهة الداخلية لمتابعة هذا الموضوع تحديدا، لمتابعة الذين يأتون من الخارج. شكرا لك يا أحمد على كل هذه المعلومات. أحمد جرادات في القدس، كما نشكر مراسلنا في بروكسل لبيب فهمي.